يعتبر طائر الحبارة طائرا خجول يعيش في المناطق الجافة المفتوحة، وهو فريضة أساسية للصقارين العرب، حيث يعتبر الفريسة الأولى والأهم لهم. مع مرور الوقت تناقصت أعداد الحبارة في الجزيرة العربية نتيجة الصيد الجائر وتدهور بيئته الطبيعية من خلال التطور الزراعي والاستخدام المتجدد للموارد الطبيعية. فتحول طائر الحبارة من طائر واسع الانتشار إلى مجموعات صغيرة متفرقة خاضعة للحماية ضمن محميات محروسة. من هنا كان المشروع القطري لحماية ما تبقى من هذه الطيور وللحفاظ على هذا الطائر الصحراوي من الانقراض. تأسس مشروع إكثار الحبارة في الأسر بهدف تكوين مجموعة تتكاثر ذاتيا تحت ظروف الأسر، تطلق إنتاجا من فراخ الحبارة يعاد توطينها في البيئات المناسبة في محميات قطر، وهذا الإطلاق سيؤسس مجموعات تكاثر طبيعية جديدة. تمكن المركز من إنتاج أعداد كافية في أول سنة من الإنتاج فقط 200%، أعلى من العدد المتوقع لعام 2013. من المؤكد والضروري اعتبار أن إكثار طائر الحبارة في الأسر أو أي جهود أخرى تقوم بها الدولة ومؤسساتها المختلفة، المشروعات الفردية الخاصة، خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على الحبارة التي ارتبطت لقرون عدة بتراثها الطبيعي، بل إنها لا تعتبر مجرد رياضة وإنما هي أعراف وقيم عملت في مضمونها مفهوم التنمية المستدامة الذي عرفه وطبقه آباءنا وأجدادنا قديما. وتسعى الدولة سواء من خلال الجهات المعنية بالبيئة أو المؤسسات الأخرى المعنية. إن برنامج الإكثار في الأسر لطيور الحبارة في قطر يعد إنجازاً جباراً تخطى الموانع الطبيعية من حرارة الطقس وارتفاع الرطوبة إلى نجاح في إكثار طيور الحبارة ضمن ظروف اصطناعية في بيئات مغايرة لبيئاتها الطبيعية، وللحفاظ على استمرارية هجرة هذه الطيور سنوياً في فصل الشتاء إلى أراضي قطر باعتبار أنها كانت مرتعاً شتوياً لها في فصل الشتاء. يوجد في مركز الإكثار 180 ذكر ويماثله عدد الإناث. تم إنتاج ما يقارب 1000 صوص حباري. يعمل الفريق بكل طاقته ابتداء من أواخر شهر ديسمبر إلى ما بعد التفقيس في شهر يوليو. يعتبر الموقع ملائم للتغلب على مشاكل الطقس. يتماشى المشروع بقدر الإمكان طريقة الطبيعية في التكاثر. يستند نجاح المشروع إلى ما توصل إليه البحث العلمي الحديث في البصمة الوراثية وتعلم الدرس من البحوث والمشاريع السابقة في العالم. تطول الأيام العمرية لكل فرخ عن طريق قواسم مغلقة على أن تراعي فيه الفئة العمرية لكل قاسم، تفادي دخول الإنسان والتقارب والاستئناس مع الطائر لاقتباس الطابع الوحشي. يوجد 12 وحدة لخدمة مشروع وحظائر خارجية للتكيف مع الطبيعة. يطبق البرنامج تغذية صارمة غنية بالبروتين والفيتامينات مع غذاء كربوهيدراتي لرفع الطاقة في أفراخ الحباري في الأيام الأولى من التفقيس. يتم التلقيح اصطناعيا بأخذ الحيوانات المنوية من الذكر وغرسها في الأنثى. تفضل طريقة خطوط الدم للفصائل بدل الخط المنفرد للفصيل. بعد اكتمال النمو يقوم الفريق بمسح كامل للمباني لصيانتها وتعقيمها للموسم القادم.